سائق طاكسي اليوم، انا خدام سائق طاكسي، كندوز على هذا الشارع ديال لاكور، كتبان لي واحد الطوموبيل قديمه وواقفه في ستاسيونمون كتحرق. تحرقات اول رده فعل لاني جبت الطفايه ديال الطوموبيل وحاولنا نطفيو، كنت انا من المبادرين وكانوا معايا اصدقاء اخرين اللي عاونونا باش طفيناها. كنتمنى هذا الحادث ما يتكررش وان الوقايه المدنيه تكون سريعه التدخل وتكون عندها. لا طفيناها بالتمام والكمال، احنا طفيناها نهائيا وشرفنا على العمليه حتى انها طفات وبقينا حافظين عليها. والدليل على هذا انه مازال البومبات ديالنا راه شاعلين، راه سالوا ثلاثة وباقيين فيدنا جوج. كنت انا وواحد المجموعه ديال الاخوان ما كنعرفهمش غير تلاقينا في هذا العمل. كنتمنى ان سبب الحرق ما عرفناش لان الطوموبيل كانت واقفه نهائيا. ممكن يكون لا ما كاينش مولاها. هرسنا الجاج باش حلينا الكابو باش قدرنا نتغلبوا على العافيه. كانت واحد شويه المخاطره بهذاك ولكن ما كاينش. لو كانت الطوموبيل ايسونس كانت كارثه تكون علينا اكثر، ولكن هذا تدخل عادي بالنسبه لنا كنشوفوه عادي. اللي ما كنشوفوش عادي هو تدخل الوقايه المدنيه كتاخر في سونتر فيل اكثر من ثلث ساعه. لماذا؟ نسال المسؤولين ديال الدار البيضاء والناس ديال العمده ديال الدار البيضاء، علاش في السونتر فيل كتعطل البومبيه اكثر من ثلث ساعه في اطفاء حريق مكان عام؟ كنتمنوا هذا الحدث ما يتكررش، وشكرا على الاعلام انكم انتم مبسوطين فحضرتوا. شكرا.